كسر دماغي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. فاكر نفسك ما قلتليش كبير يا بنت؟ فاكر نفسك ما قلتليش كبير؟ ده انا اذبحك اذبحك. يا ولد ايه ده ايه ده يا زين؟ ايه ده يا جماعه؟ يا ولد يا خالتي هو بيغير عليا، هو بيغير عليا. اهدى بس بالله وفهمني عملت ايه بالظبط يا زيزو؟ بيغير عليك ايه يا بنت المهفوفه دي؟ استهدوا بالله يا جماعه وتفهمونا في ايه؟ مفيش حاجه يا خالتي، كل ده عشان خاطر انا ماليش حد في الدنيا، فقال لي بقى عايز يعمل لي فيها راجل. اقعدي ساكته انت خالص بس. اهدوا بقى كده يا جماعه بالراحه وفهمونا ايه اللي حصل. الهانم قال جاي راكبه مع الدكتور اللي بتشتغل عنده وقال ايه بيوصلني يا بيوصلني. وايه المشكله يعني؟ ايه المشكله ها؟ بيوصلني بعربيته يا زيزو ها؟ بعربيته. حد يعمل كده يا بنت المحفوفه دي؟ وفيها ايه يعني؟ ايه المشكله؟ حد ياخد بنتي من قدام. اهدى بس اهدى من قدام. حاضر حاضر حاضر. اهدى بس. وحياة امك لو شفتك بتعملي كده تاني هيكون اخر يوم في عمرك وعمره. لا 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 شفتي اشكالها؟ ابتدى يغير عليا. سلام يا خالتي. انت دي بتقولي ايه؟ يا بنت مفوفه وزي جالها من سيبك مني. عم روق دماغي اقعد اقطع دراعي ان البنت دي لاسعة اصلا. انا قلت البنت بيقع ولا حاجه، انا داخل انام. اقعد يا وليد عايزك. كيف؟ لا كان جاي دماغه رايقه، هتنند عليا وفوار الدم بنت اللذينه. معلش يا بنت مهبوشه روق بالك، فرحنا وبسطنا معاك. هدايا؟ هدايا هدايا. مالك مالك ناقر ليه كده ما تهدى؟ قول يا عم ايه رايك؟ ايه ده؟ طب انا عندي اللون ده يا حبيبي. لا لا خلاص خلاص هبيعه. تسلم لي يا اخويا، ربنا يخليك ليا. بص بقى دي على جزمة سامي توعى. الله يا حلاوة، ده القماش باين عليه غالية يا سيدي. ما بلاش عليك يا حبيبي. بنت يعني. تعيش في الدنيا يا ابني. ايه؟ مستنيه انت ها؟ لا والله دخلتك علينا بالدنيا يا عبد العزيز. البيت؟ البيت كان عفش من بيت. ماشي. يا 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 ايه ده؟ ما عايزاش يا عبد العزيز. يا بنت خدي خش قيس. قيس؟ يا عبد العزيز ده لبس زي الممثلين ده بنطلون. ما انت البسيه تحت الجلابيه. لا لا ما عايزاش. ماشي خلاص. انا كنت جايبه لامي اصلا. خدي يما هاتي ده. يا بنت خدي يا بنت يا بنت خدي، هما الممثلين احسن منك يا بنت. ما انت خالي ما اقدرش. يلا خش انت يا فرح. خش بقى. خد يا بنت. يا بنت مهبول معلش معلش طبعا ما هي مراتك ولازم تجيب لها الكاني والمال. لا على الورق بس. طب يا اخويا جالك جواب من الصعيد. جدي فضل مات؟ عيب يا ود الكلام ده، حد يقول كده برضه؟ ما هيبعتوا جواب ليه يعني؟ ما لازم يكون مات او في حد مات. هو ده يا معلم 100 100. ده مش 100 100، ده 1000 1000. ربنا يخليك وتعيش وتجيب بقى الجزمه او الكوتشي عشان بس الطقم يكمل. ده انا جايب لك الدنيا دي كلها، ده حقك يا حمار. كده انت بقى تخش الكليه برنس ولا ايه النظام؟ لا الكليه دي ما تقلقش منها خالص، الامتحانات قربت وانا نازل دح. بس انت فهمني حاجه واحده بس، انت الفلوس دي جت لك منين؟ مفيش، عملت مصلحه كده وربنا كرم بيرشيل. ولما ربنا يكرم تقوم تبعزقهم في الهوا كده يا ابني. جرايه هما بس، هو انا لما اجيب لامي هديه ابقى بعزق في الهوا؟ ربنا يخليك ليا يا ابني، ما يحرمنيش منك. فين يا اشجار الجواب اللي جاب البلد؟ صلى على النبي. وسقف الأوضة بيلعب ليه؟ علشان أشجان ماشي عليه. تعالي تعالي. السلام عليك يا زيزو يا برنس. لو المقاسات إيه؟ على الشعرة. مين اللي جاب لك الحاجات الحلوة دي؟ تتكسفي ها؟ عايزك بقى إيه؟ بص تشيلي ده. أيوه ما تخافيش ما تخافيش. أيوه اللهم صل على النبي. قمر نجفة. فين الجواب يا بنت يا اشجان؟ فضلك ما بتخلي من حكايه الجواب دي. جدي فضلي بيسلم عليك يا عبد العزيز. شو مكسوفه تقولي له ابعتوا له قسيمه الجواز ولا ايه؟ جواز مين ياما؟ جوازك يا ولا. انا؟ ايوه انت. اه جواز. تصدقي كنت ناسي. حكك عليا يا عبد العزيز والنبي ما تسكت. خلاص بقى انت مكبره الموضوع ليه؟ خلي القسيمه معاكي. انت هتلبس رايح فين؟ ده انت لسه جاي يا ابني. عندي مصلحه كده لما افتكرتها اروح اقضيها صد رد يعني. بتقعد تاكل لك لقمه الاول. دي اشجان عامله محشي كرومب هتاكل صوابعك وراه والله. كرومب؟ اه كرومب. خلاص اجري فيه. اه ارجع. واه سيبك من واه وباه والبتاع دوت وهاتي من الاخر. زيزو خدك الاوضه امبارح كنت واجب معاكي في ايه؟
كنت طالبه منه حاجه واشتريها لك ومش عايزاني اشوفها. خلقاتي جوا في الدولاب والشقه قدامك اهي، فتشي ودوري براحتك يا بنت. طول ما انت ما بترديش عليا عادل كده على طول، الفار بيلعب في عبي اكتر. تقولي لي حكايه اللي اسمها مريم دي مع عبد العزيز، واقول لك كان بيقول لي ايه؟ ايه يا بنت خالي، لحقتي تغيري وتسحبي كلامك؟ مش انت اللي قالالي ان جاي تعيش هنا مع قرايبينك، ومش في دماغك خالص حكايه جوازك من الواد ده؟ انا قلت لك غير كده، انا بسالك على اللي اسمها مريم دي عشان لو عبد العزيز موافق عليها خلاص نخلصوا في الموضوع، ويبقى جزره قطمها جحش. جحش لما يرفسك، حسيني بلفظك يا بنت. طب اقول لك وتقولي صح ولا لا؟ قولي يا بنت الرتيبه اللي عمري ما شفتها دي. عبد العزيز ما بيفكرش في اللي اسمها مريم دي نهائي، هي قدامه ايوه، لكن يفكر فيها جواز وحب وكده ما ظنيش. وانت ايه اللي خلاكي تقولي كده يعني يا اشجان؟ سميها نصيحة حريم يا ورد خال، اللي واكله راسه ومعششة في قلبه صح، هي واحده ما عرفش تقول منها حاجه. طب ما تقري الكف ولا تفتحي له المندل احسن. اسمعي مني وبكره تشوف. طب انت شفتي عليه ايه مخليكي تقولي كده يعني؟ بيبان يا ورد خال، الراجل اللي طايل كلمه حلوه من حبيبته وسكته سالكه معاها بيبان عليه، بيبان في عينيه وفي كلامه، تحس ان قلبه هيفط من صدره لما تيجي سيرتها. لا يا بنت يا اشجان، انت مش سهله ابدا. يعني ايه حاجه عفشه دي يا بنت؟ تعدلي كلامك يا بنت، حاجه عفشه دي عندنا يعني حاجه وسخه عليها دبان زباله يعني. ماشي، يعني كلامي طلع صح. قولي لي يا اشجان، انت حبيتي جوزك اللي مات في الدار ده؟ اللي زي مرت خالي لو حكت عن الحب تضحكي عليها. ليه؟ اللي اتجوزيه ده كان شبه اسماعيل فتيل. الله يحرق مراكبك يا مرت خالي. الله يحرقك انت ويحرق اليوم اللي شفتك فيه، وبطلي مرات خالي دي بتحسسيني ان انا عندي 120 سنه. خلاص حقك عليا يا مرت خالي. طب يلا قومي شوفي اللي على النار. بتتفقع في مرارتك فقعتيني. ما واخداش بالك اني من ساعه ما جيت وانت قاعده على الكنبه دي طول النهار؟ ايه؟ عايزه تبعتينا صاحب الغنم ولا ايه؟ لا ما قصديش، بس قاعدة المرة مكببة كده بتكسحها. كسحها لما تكسحها. وري لا اصحاب العقول فرحة بقى. يا خالتي انتي بس بتضحكي على ايه؟ يا بنتي والله بقالي مدة ما ضحكتش. لا ده انتي خلل خالص يا مريم. طب بس قولي لي اكلمه اقول له ايه؟ عادي بتحصل، قولي له مريم جت تخطبك مني. لا اذا كان كده بقى يبقى عندك حق، وعلى كده بقى هتجيبي له شبكه بكام والمؤخر قد ايه عشان ابقى عارفه يعني. يا خالتي انت بتهزري؟ طب والله لا انا سايباك وراح اتكلم معاه. يا بنت اقعدي هنا، الله يقطعك ويقطع جنانك. لو كتاب اللي احنا ما كناش بنات. يا خالتي مالك محسساني كده انك جايه من ايام الفراعنه؟ لم لسانك يا مريم، لحسن اطلع اقول لامك الكلام اللي انت بتقوليه ده. طب خلاص خلاص، انا بس يا خالتي خايفه على زيزو، هو مش هيلاقي عروس احسن مني ابدا، وبعدين انا مجهزه نفسي ومش هطلب منه اي حاجه، وبشتغل دلوقتي عند دكتور كبير قوي في مستشفى، بقبض مرتب حلو قوي قوي قوي. طب اهدي بس يا مريم وفهمين، زيزو عارف وموافق انكم تتجوزوا ولا علامكم الجدع من دول مالوش راي؟ ونسكت يبقى السكوت علامه الرضا. يا خالتي انت بتهزري، انا بتكلم بجد، انا فاهمك زيزو خايف يدخل دنيا، لكن انا بقى الشاي ودي اتاخرت اهو عشان تاخدوا راحتكم في الكلام. يلا يلا عم بخش فيك، كان وراكي ايه؟ لا هو ايه ده؟ لله انا بتكلم مع خالتي في كلام سر. هو اللي يتكلم كلام سري مفضوحه انت؟ يتكلم بصوت الجرس دي؟ وانت ايش تكون انت عشان خاطر تسمعي كلامنا؟ يلا هوينا هوينا على بلدك. وعلى فكره يا بخت من زر وخفف يا حاجه. عيب يا مريم. حاجه عليا حاجه عليا، كنت هقول لك وصفه لعبد العزيز تخليه يدوب فيكي ويموت عليكي كمان. جد يا اشجان؟ طب استني استني، خدي خدي اشربي كوبايه الشاي وروقي دمك. اول هام اشجان، البنت مش ناقصه مراجيح، دي راكبه الهوا خلقه. لا لا والله هتكلم جاني. طب ما تقولي بقى وخلصينا. الشاب في سن عبد العزيز بيخاف من الارتباط عشان المسؤولية والخلفة، كمان بيخاف يخسر حريته. مرته هتقول له كنت فين؟ تأخرت ليه؟ عايز ألبس؟ عايز آكل؟ طب ما إذا كان على كده أنا مش هسأله على أي حاجة خالص. أقول لك على حاجة تجمد قلبه وتشجعه على الجواز؟ أي إيش جاني قولي لي. الحب. الحب؟ طب ما أنا بحبه والله العظيم بحبه، بس أنا يعني بتقل بقى والحركات دي. ينيلك بيت، ده الدنيا كلها عارفة انك بتحبيه. مش بتكلم عنك، انا بتكلم عنه هو. وانا اذا كان عليا عارفة والله العظيم ومتأكدة ان هو بيحبني، بس هو متردد. لكن انا بقى نفسي كده يقول بقى قدام كل الدنيا بحبك يا مريم. لا
لازم تدفعي لي عاد عشان اقول لك ده. ادفع لك ايه؟ يبقى زي ما خالتي قالت انت